مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية. حلقتنا اليوم عن نجم الكوميديا أبو ضحكة جنان الضاحك الباكي إسماعيل ياسين. أبو ضحكة جنان إسماعيل ياسين اللي رسم السعادة والبهجة على قلوب كل الناس في مصر والعالم العربي. ميلاده كان في مدينة السويس في 15 سبتمبر 1912. كان وحيد والده ووالدته. توفيت والدته وهو في سن صغير جدا، وترك المدرسة وابتدى يشتغل في محلات قماش، وبعدين يعني تعب شوية لما والدته توفت، وبعدين والده تزوج فاضطر ان يعيش مع جدته أمه كان اسمها أليفة، وكانت ست قاسية جدا عليه لأنها كانت بتكره أبوه عشان كان في دماغها اللي هو السبب في وفاة بنتها، فكانت دايما يعني تحط زعلها ده كله على إسماعيل ياسين. عاش حياة مأساوية جدا وقاسية جدا مع جدته. وبعدين مرت الأيام ومرت السنين، وابتدى لما بقى يعني عنده 15 سنة أو أقل كمان، ابتدى اللي هو يحب يسمع الأغاني، وكان متأثر جدا بالموسيقار محمد عبد الوهاب. كان يعني يحب يسمع أغاني في الراديو أو في القهاوي اللي كان بيسمع فيها الأغاني. وبعدين ابتدى هو يحب الغنى وقال أنا عايز أطلع مطرب وعايز أغني، وبدأ فعلا في السويس يكون في عيد ميلاد واحد صاحبه يغني، يكون في فرح حد قريبهم أو صاحبهم يغني. وبعدين صحابه قالوا له أنت صوتك حلو قوي يا إسماعيل، ما تنزل على القاهرة وتلتحق بمعهد الموسيقى وتبقى مطرب. وبالفعل حط الموضوع في دماغه، بس كان محتاج فلوس. كانت سته أمه أليفة كانت بتخبي الفلوس، بتحوشها في خيط المرتبة، تفك خيط المرتبة وتحط فيها الفلوس، هنا 5 هنا 7 هنا 6. المهم فتح الخيط لأنه عارف إنها بتحط الفلوس هنا، أخد 6 جنيه وجري بيهم على مصر. كنا في الصيف فلقى معهد الموسيقى قافل، فمش معرفش يعمل إيه، والستة جنيه خلصوا وما بقاش عارف يتصرف إزاي. وكان يعني بيفضل يمشي طول النهار لأن مش لاقي حاجة يعملها، وآخر اليوم بينام في السيدة زينب، لدرجة إن شيخ الجامع عرفه قال له أنت يا ابني كل يوم تنام هنا، أنت إيه حكايتك؟ حكى له حكايته وقال له أنا كنت نازل مصر عشان كده ومش عارف أعمل إيه. قال له روح يا ابني لأبوك السويس وعيش مع أبوك. وفعلا راح تاني السويس وعاش مع جدته تاني ومع أبوه. وبعدين الموضوع فضل في دماغه، حاول بقى بقدر المستطاع إن هو إيه يعيش تاني في القاهرة ويستقر تاني في القاهرة. ما بقى عمره زي 18 سنة أو 20 سنة ابتدى اللي هو يروح على الكازينوهات اللي كانت موجودة زمان في عماد الدين، وكان له واحد صديقه كان من الرواد اللي بيسهروا باستمرار في مسرح وكازينو بديع مصابني. كان في هناك مونولوجيست اسمه سيد سليمان، تأثر بيه جدا إسماعيل ياسين وكان بيحبه وكان بيحب يسمع له مونولوجاته وكده. وفعلا قدر مع الوقت إنه يشتغل في كازينو بديع مصابني، ونجح جدا في كازينو بديع مصابني. ومن هنا ابتدى المنتجين والفنانين والممثلين يشوفوا موهبته واسلوبه اللي بيأدي بيه، والتحق بعد كده اشتغل في عدة افلام مع الفنان علي الكسار زي نور الدين والبحارة الثلاثة، وزي فيلم علي بابا والأربعين حرامي. وابتدى يشتهر جدا في الافلام بأدوار صغيرة مع فريد الأطرش ومع أنور وجدي مثلا في القلب له واحد، والأفلام اللي كانت بداية حياته. وبعدين أول فيلم يكون بطل فيه فعلا هو فيلم الناصح، والفيلم نجح جدا، وهو كمان أول فنان في الوطن العربي يتعمل له سلسلة أفلام باسمه، إسماعيل ياسين في الجيش، إسماعيل ياسين في الأسطول، إسماعيل ياسين في الطيران، إسماعيل ياسين يا أبي الرايا وسكينة. فيش حد أبدا عمل سلسلة أفلام غير هو والمدام ليلى مراد. وابتدى بعد كده الأستاذ إسماعيل ياسين نجوميته تعلى، وأسس مسرح باسمه سنة 1954، وكان معاه رفيق عمره وصديق عمره الفنان أبو السعود الإبياري، وكون معاه يعني ثنائي ناجح جدا. كان بيكتب له المونولوجات وكان بيكتب له أفلام وكان بيكتب له مسرحيات، وكان ناجح جدا معاه. دي مجموعة صور نادرة جدا بتجمع الفنان إسماعيل ياسين بزوجته فوزية. وفي كمان حاجة أنا أحب أقولها، ده ابنه ياسين معاه بعد وفاته بالتمثال بتاعه. في حاجة كمان أحب أقولها، إن الفنان إسماعيل ياسين اتبرع سنة 56 لتسليح الجيش المصري بمبلغ 2000 جنيه، وأنا جايب لحضراتكم الوثيقة اللي هي فيها هذا الكلام، ياريت ننزلها على الشاشة.
مبلغ بتسليح الجيش المصري سنة 56، مبلغ 2000 جنيه، ده مبلغ كبير جدا جدا. أهو قدامنا على الشاشة لأول مرة بتعرض على شاشة التلفزيون، لأنه كان إنسان وطني ونجوميته كانت ناجحة جدا، لدرجة إن مرة الرئيس جمال عبد الناصر كان في المغرب في رحلة، أحد المواطنين من المغرب جري على الموكب بتاعه وقال له: يا ريس يا ريس يا عبد الناصر، أمانة عليك سلم على إسماعيل ياسين، لأنه كان ناجح جدا جدا وكانت أفلامه بتتباع في سوريا وفي لبنان وكل الوطن العربي. وبعدين يعني برضو عشان في أكاذيب بتتقال كمان، اللي هو إحنا معانا اتصال، مدام سامية زوجة المرحوم المخرج ياسين إسماعيل ياسين. أهلا بحضرتك معانا يا مدام سامية. ألو ايوه مدام سامية معانا؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله يا حلقتنا اليوم عن نجم الكوميديا الفنان اسماعيل ياسين. كنت عايز اسال حضرتك عن الاب اسماعيل ياسين، ازاي كان مع ابنه ياسين اسماعيل ياسين؟ اولا انا ما كنتش اسماعيل ياسين، لكن كان بيحكي لي تفاصيل الحياه، وانا انا والفنان كنا بنسال عن اسماعيل ياسين، لان انا ما حبيتش، فهو متهيألي ما أب زيه، لأن هو كان حنين جدا على ابنه، بيحبه جدا جدا، وفي نفس الوقت كان عصبي عليه برضه لما بيكبر، فهو كان نعمل الأب بصراحة. فعلا، وده واضح، لانه فعلا كان ياسين اسماعيل ياسين كان انسان ملتزم ومحترم جدا زي والده. يا ترى ايه احب الافلام لحضرتك عن الفنان اسماعيل ياسين؟ بحبه جدا اسماعيل ياسين في الجيش، وفي كمان فيلم صاحبة الحكمة، لأن في صاحبة الحكمة اسماعيل ياسين كان مغير قلبه يعني، وبعدين كل أفلامه جميلة يعني، كل الأفلام كانت كلها كمان في الكوميديا وبس، كانت بتلبس الحاجة في الكوميديا، صح وما صح كانش كان العيلة كلها بتتفرج وبتستمتع بالفيلم. لان ما فيهاش اي لفظ خارج ولا اي مشهد خارج. فعلا فعلا مظبوط. بالظبط. بشكر حضرتك جدا على المكالمة الجميلة، وميرسي قوي على مكالمة حضرتك. زي ما قالت مدام سامية، هو فعلا كان فنان محترم، كان بيرفض ابدا القبولات او المشاهد الساخنة او اي لفظ خارج، وقدم 61 مسرحية بس للأسف 61 مسرحية اللي قدمهم اتمسحهم بفعل فاعل، إنما باقي مسرحية واحدة اسمها كل الرجالة كده، اللي هي بتعرض أحيانا من الوقت للآخر على القنوات الفضائية. وإسماعيل ياسين تزوج مرتين، والتالتة كانت زوجته فوزية اللي هي كانت حب عمره وأم ابنه ياسين. إسماعيل ياسين يا جماعة كانت حياته هو أب ملتزم ببيته، لدرجة إن في التصوير الأفلام أو في أي حاجة كان بيرفض إن ياكل أي حاجة إلا في بيته، يعني ما كانش ياكل معاهم أو في البريك أي حاجة من دي خالص، كان أي حاجة يروح ياكل في بيته ويرجع تاني يكمل تصويره. وكان في بقى حاجة أنا أحب أقولها لكم لأول مرة، إن إسماعيل ياسين كان ليه بنته هي السيدة ميرفت، اللي هي حاليا والدة الشاعر والكاتب أيمن بهجت قمر. إسماعيل ياسين يبقى جوز خالتها، رباها من وهي عمرها 2 سنين لحد وفاته وهي عمرها 16 سنة. وفي مجموعة صور نادرة هنزلها لكم دلوقتي على الشاشة بتجمعوا بيها. كان ونعم الأب، وكان طيب جدا معاها، وكان يعني مش الأب اللي هو عصبي أو كده، لا كان حنين عليهم جدا. وبعدين احنا دلوقتي يا جماعة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا. اسماعيل ياسين بعد ما خرج من المدرسة قدر لما كبر يعلم نفسه بنفسه، كان معاه اتعلم واجاد اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، وكان بيتكلم بطلاقة جدا. انما في بقى اكاذيب وطلعت عليه ان هو كان بيشرب خمر، وكان بيشرب خمر، وكان بيشرب سجاير، وكان بيلعب قمار، الكلام ده كله كذب جدا جدا. في اخر حياته للأسف النجومية ما عادتش زي الأول، لأن طلع فرق التلفزيون وده أثر على مسرحه وبدأ يخسر. وبعدين توفى صديق عمره أبو السعود الإبياري، وكان للأسف صدمة كبيرة عليه. الصورة دي وهو بيغني المونولوجات في أيامه الأخيرة عند واحد اسمه
سعيد مجاهد، وكان بيغني مونولوجات كل ليله، وكان في الوقت دوت بيصور ايضا فيلم الرغبه والضياع. وياسين اسماعيل ياسين ابنه اتعلم في الجامعه الامريكيه، وبعدين درس في معهد السينما، وكان مش زي ما الناس بتقول ان حياته كانت في الفتره الاخيره انه كان مديون وكان عايش في شقه متواضعه اطلاقا. هو كان عايش في شقه ايجار 7 اوض في الزمالك بعد ما عمارته أخدتها الضرائب، وكان عنده عربية اشتراها من لبنان. لما سافر فترة لبنان اشتغل في عدة أفلام وعدة مسلسلات في لبنان، جاب عربية مرسيدس لونها أخضر سنة 70. ومش زي ما الناس بقى بتتصور إن كان عليه ديون، دي صورة نادرة جدا مع زوجته فوزية، والطفلة الجميلة دي هي مدام ميرفت اللي هي والدة الشاعر أيمن بهجت قمر، اللي بتصحح دايما المعلومات المغلوطه اللي دايما بتتكتب على الفيس او بتتكتب على الصفحات بدون علم وبدون اي يعني كلام غير حقيقي للاسف. وفي حاجه بقى احب اقولها، الناس بتقول، في بعض الناس بتقول ان ما فيش قبر او مدفن دفن فيه اسماعيل ياسين الا بعد يومين ما كانش فيه مكان يدفن فيه. لا يا جماعه، المدافن والمقابر موجوده في السويس عند اهله، لكن لما توفى اسماعيل ياسين كان الفنانين عايزين يمشوا في الجنازه والتلفزيون كان بيصورها، فقالوا لازم يدفن في مصر، فدفن في مقابر الفنانه فتحيه محمود اللي هي الزوجه الاولى للفنان عماد حمدي. واحب اقول حاجه مهمه جدا، يعني ان اسماعيل ياسين مش زي ما الناس بتقول كان مريض بالقلب وكان عنده، ما فيش الكلام ده، هو كان عنده مرض النقرس. ويوم وفاته كان هو راجع من اسكندريه وكان بصحه جيده، مفيش ابدا اي حاجه، ودخل بيته عادي تمام ومفيش اي حاجه خالص. وبعدين فجاه الساعه 12 ونص بالليل حس بتعب. كان موجود في اليوم ده ياسين ابنه مع المخرج مدحت السباعي، هم اصدقاء كانوا قاعدين مع بعض، جروا بسرعه يجيبوا اسعاف ودكتور. كان اللي موجود في البيت زوجته فوزيه والسيده ميرفت اللي هو مات بين ايديها، قاعد يعيط ويقول لها انا هموت، وهي كمان تعيط تقول له ما تقولش كده يا بابا، ومات بين ايديها الساعه 1 الا ربع. لان في ناس بتقول بقى اللي هو توفى في مستشفى ومكان مفيش مكان ياخده، وفي حد قال اللي هو توفى في البيت وحيد ما كانش في حد اطلاقا معاه، مفيش ابدا الكلام ده. انا بحب اصحح بس المعلومات المغلوطه، لا كان بيشرب خمر ولا كان بيشرب سجاير ولا كان بيلعب قمار زي ما البعض بيظن، وعاش حياه مستقره محترمه بين أسرته وبين أهله. بعد وفاته بفترة في مقالة يا ريت تنزل على الشاشة، أحد الصحفيين للأسف قال كلام فارغ جدا، قال إن زوجته فوزية مش لاقية مصاريفها وقاعدة في بنسيون، وكل ما تتصل بحد من أصدقائه الكل تخلى عنها. مفيش أبدا أي حاجة من الكلام الفارغ ده، لأن دي إشاعات طلعت كتير جدا عليه. وفي بقى دلوقتي الأجيال الجديدة اللي معاشوش الزمن ده أو الفترة دي بيصدقوا للأسف الكلام ده. يا ريت ننزل بالمقالة، لأن اللي هو مكتوب فيها زوجة إسماعيل ياسين تستغيث، مفيش أبدا حاجة من الكلام ده. وأيضا في ناس قالوا إن جنازته كان فيها 7 أشخاص وما كانش فيها حد ماشي. أنا جايب لحضراتكم صور نادرة جدا من الجنازة، يا ريت تنزل أيضا على الشاشة يا جماعة، لأن كان جنازته مليانة آلاف المعجبين وأصدقائه ومحبينه وكل الناس. أهي الجنازة هي يا جماعة، وعلى فكرة اتصورت بالتلفزيون، بس للأسف الشريط اتمسح واتحط عليه حاجات تانية زي مسرحياته ما اتمسحت بفعل فاعل، جنازته فيها الملايين من محبينه. يا ريت ننزل صورة المقال أيضا اللي مكتوب فيها زوجة إسماعيل ياسين تستغيث، مفيش الكلام ده، عاشت حياة مستقرة وكانت أم فاضلة وربت ابنه ياسين وربت السيدة ميرفت اللي هي والدته اللي هي والدة الشاعر أيمن بهجت قمر، وما كانش فيه أبدا الأكاذيب ده. حتى اسماعيل ياسين في ايامه الاخيره كان مشترك في نادي الجزيره ونادي الصيد. دي المقاله اللي مفيش ابدا الكلام ده، انها بتستغيث ومفيش حد بيتكلمها ولا حد بيسال عليها وما معهاش مصاريف وكلام فارغ جدا. انما الحقيقه اللي هو عاش حياه مستقره، وبعد وفاته كان عايشين اسرته مستورين. وعلى فكره اسماعيل ياسين كان مثقف جدا جدا، كان عنده كتب كتيره جدا، وكان بيلبس ماركات عالميه، وكانت حياته حتى في الايام الاخيره حياه كويسه، يعني مش اللي هو حياه مديون وعليه فلوس وعليه ديون، لا خالص، كان عايش مسطول لاخر لحظه، وتوفى بسبب ذبحه قلبيه، مش زي ما البعض بيتصور ان هو سرطان، لا معرفش ايه والكلام اللي بيتكتب ده. وتوفى يوم 24 مايو
سنة 1972، وجنازته حضرها الملايين من محبينه والملايين من أسرته ومحبينه في مصر والعالم العربي. عايز أقول لحضراتكم إن أفلام إسماعيل ياسين لحد دلوقتي بتجيب مشاهدات عالية جدا جدا جدا، لكن الناس اللي بتتكلم في حقه وتقول هو عاش وقدم أفلام بتشوه الجندي المصري زي ما أحد الفنانين قال كده، ما فيش الكلام ده. بالعكس، ده حبب الناس في الجيش وحبب الناس في الشعب في الأسطول وفي الطيران، وسلسلة الأفلام اللي تعتبر أفلام وطنية لما قدمها بشكل كوميدي محترم ما فيهوش إسفاف، ما فيهوش ألفاظ، ما فيهوش أي حاجة خارجة. وتوفى ودفن في مقابر فتحية محمود في البساتين بالقرب من الفنان عبد الحليم حافظ. أحب أقول لكم على حاجة مهمة كمان، للأسف إسماعيل ياسين ما تكرمش إطلاقا لا في حياته ولا بعد رحيله. أنا بطالب المهرجانات السينمائية والأوبرا ووزارة الثقافة إن لازم يتعمل تكريم يليق بالفنان إسماعيل ياسين اللي قضى حياته كلها في الفن ومن أجل الفن. وأكتر حاجة كانت تعباه اللي هو فقد أعز أصدقائه، الفنان أبو السعود الإبياري الكاتب الكبير والمخرج فطين عبد الوهاب اللي أخرج له مجموعة أفلام ناجحة زي ابن حميدو، فيلم اللي الناس كلها بتموت فيه لحد دلوقتي. وآخر ما قدم الفنان إسماعيل ياسين وهو الدور كان هيبقى أكبر من كده، دوره في فيلم الرغبة والضياع سنة 72 مع الفنان رشدي أباظة والفنان نور الشريف والنجمة هند رستم. كنت باستمرار بتواصل مع مدام هند رستم في أيامها الأخيرة وسألتها على إسماعيل ياسين، قالت لي يا معتز كان تلقائي، ما كانش بيحفظ الكلام ولا كان بيتكلم يعني بطريقة صعبة، بالعكس كان بطريقة سهلة وبسيطة من قلبه راح دخل على طول قلوب الناس، لدرجة ان هو يعني قدمت معاه كذا فيلم زي لوكندة المفاجآت واسماعيل ياسين في مستشفى المجانين والفيلم الجميل ابن حميدو. بتقول لي كنت بكون سعيدة جدا وانا معاه لانه كان فنان فعلا بمعنى الكلمة. انا حبيت اوضح يعني اكاذيب حصلت وكلام اتقال بعد رحيله، مش عارف لصالح مين ان حد يقول كلام زي ده. في احد الناس يعني قال اسماعيل ياسين انا كنت باخده كل يوم اوديه لسعيد مجاهد عشان يغني في الملهى عشان ما كانش عنده عربيه، ليه يقول كده وفنان وشهير وعيب اللي هو يقول حاجه زي دي. انما الفن الراقي الباقي هو المحترم، فن اسماعيل ياسين وفن الزمن الجميل. يعني اسماعيل ياسين اللي قدم حوالي 600 فيلم، يعني سنة 54 عمل 17 فيلم، مين فنان يقدر يعمل 17 فيلم؟ إلى جانب المونولوجات، يعني يا جماعة المونولوجات اللي كان بيقولها دي كانت فيها يعني مشاكل في المجتمع بيحاول يلقي الضوء عليها، كانت هادفة، وكانت لدرجة إن في مرة كان في كازينو بديعة قدم مونولوج معناه يعني إن محدش يسهر في الملاهي الليلية، روح اسهر في بيتك في وسط ولادك، لدرجة إن بديعة اتخانقت معاه، قالت له أنت كده هتمشي لي الزباين ما هنخسر. يعني كان هدفه إن يوصل رسالة، رسالته هي رسالة الضحك الهادف المحترم، حتى لو الضحك مش هادف والضحك من القلب للقلب كفاية إن أسعد الناس، صعب جدا تسعد الناس لحد النهاردة. أفلامه اللي عايشة بينا لحد النهاردة هي أفلام محترمة، أفلام كل الأسرة تحب تشوفها. إنما يا جماعة أي حد بيهين الفنان إسماعيل ياسين أسرته مش هتسكت، وهي ما زالت موجودة أسرته. وأي فنان بيحاول اللي هو يقلد إسماعيل ياسين مش هيعرف، لأن في كتير حاولوا يقلدوه محدش قدر ياخد مكانه ولا هيقدر حد ياخد مكانه. حلقتنا اليوم كانت عن نجم الكوميديا الفنان الكبير إسماعيل ياسين. أحب أقول لكم إن ذكريات إسماعيل ياسين كانت ناجحة، يعني ذكرياته كانت مؤثرة جدا في الوطن العربي وفي أعماله. يعني مثلا كان يسافر لبنان أو سوريا يقدم هناك مسرحه، كان يبقى كومبليت كل ليلة، كل ليلة كان كومبليت، لأنه إيه بيقدم فن محترم. والمونولوجات اللي قدمها كلها كانت بتراعي فيها مشاكل من المجتمع، فالله يرحمه هيفضل عايش دايما في قلوبنا ويفضل دايما عايش بأعماله الخالدة. لكم أرق تحياتي مشاهدينا الكرام، وانتظرونا الأسبوع القادم من برنامجنا وبرنامجكم حكايات فنية. بشكركم وإلى اللقاء.